اليوم ما هجموا هدول الكلاب على ضيعتنا وقتلوا بناتي ومرتي. بعد عرفت ايش مثل الاول، صار في نار جواتي وعم تحرق كل شيء حوالي. انت اللي بتعرفني من يوم ما خلقت، شي مره شفتني خايفه؟ احفادي اللي كان لازم افرح فيه اندفنتهم بايدي هدول. صار لي 3 سنين بعيده عن بيتي وبنتي مشان اعمل الشيء اللي لازم اعمله، مشان اكون مع الناس اللي لازم اكون معهم. شلون قلبت الدنيا وصار في نهايه؟